الصوم ركن من أركان الإسلام، وهو فريضة على المسلمين، يفرحون به كثيرا لأنه شهر الصيام والغفران. وفي رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والصوم يعلم الإنسان الصبر لأن الصائم يمتنع فيه عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأهم من الامتناع عن الطعام والشراب أن يمتنع الصائم عن معصية الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. وتأتي بعد انتهاء شهر الصوم فرحة المسلمين بعيد الفطر، ففيه يلبس الناس الملابس الجديدة ويتطيبون، ثم يؤدون صلاة العيد ويتزاورون، ويهنئ كل منهم الآخر بالعيد السعيد.